السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتابعين الأعزاء في كل مكان، أسعد الله قلوبكم، أسعد الله أوقاتكم. بداية اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. موضوع حلقتنا لهذا اليوم موضوع تحدثنا فيه سابقا، ولكن اليوم بطريقة جديدة سنتحدث عن أنواع التسييف أو بعض أنواع التسييف. طبعا ممكن تقول لي أسباب التسييف أو الأسباب المؤدية للتسييف. نعم، أنواع التسييف والأسباب المؤدية للتسييف هي نفس الشيء. وانتقلنا على استوديو القناة علشان الإضاءة. وقبل ما نبدأ يا جماعة في الفيديو تبعنا، بنحب ننوه لسيادتكم سيادتنا المشاهدين عن انه القناة الثانية تبعتنا اللي هي الخاصة بالعصافير حولناها باسم جديد، هو مطبخ ابو مصطفى، ابو مصطفى كيتشن. وراح نحط رابط القناة تحت هذا الفيديو، وادعوا زوجاتكم وحبايبكم روحوا على القناة الثانية وشوفوا المأكولات اللي راح ننزلها اول باول ان شاء الله رب العالمين. في عنا جروب كامل شغال على القناة الثانية على المأكولات الغزاوية من غزة، وايش هالموجود الجود من الموجود ان شاء الله. روحنا موضوعنا عن التسييف. ابدا اول حاجه بتسييف الجوع. تسييف الجوع يعني التسييف الذي يسببه الجوع. بعض المربين يهمل في اطعام الطير، يهمل في اطعام الكناري. مع الوقت ومع الاهمال يصاب هذا الكناري بالتسييف، وسبب التسييف يكون الجوع. نتعرف عليه كالاتي: عند فحص الكناري يكون البطن سليم والبراز سليم. ما الذي يحدث للطائر داخل الطائر؟ تكون معدة الطائر بدل ما هي متسعة تصبح كالمصران، يعني كالعود. بدل ما تكون دائرية هكذا تكون كالمصران، وهذلك بسبب قلة الطعام. الخبير يتعرف عليه من خلال عدم وجود علامات مرض. إذا هذا النوع الأول هو تسييف بسبب الجوع، وهذا لا خطورة منه. لو أخذنا الطير واعتنينا فيه سوف يعود لصحته تماما. النوع الثاني وهو تسييف بسبب إعاقة في المنقار. المنقار إذا كان الجزء العلوي أطول بكثير من الجزء السفلي فإن العصفور لا يتغذى جيدا، لا يتغذى جيدا، وبالتالي تصغر وتتقلص القونصة اللي هي المعدة، برضو نفس الشيء تتقلص وتصبح صغيرة. طيب لو كان المنقار بهذا الشكل، يعني الجزء السفلي أطول من الجزء العلوي، برضو نفس الشيء يا جماعة بسبب المنقار. تشوه المنقار يسبب التسييف عند الكناري. تمام. النوع الثالث، النوع الثالث وهو تسييف عضوي، يعني موجود في الجينات تابعة الكناري. يعني هذا الكناري لما تنفخ على صدره تجده مسيف، فبتفكره ضعيف أو مريض، ولكنه ليس بمريض ولا ضعيف، وإنما هذه جينات في تركيبة هذا الكناري، ولا سيما يعني خاصة الكناري لنفتل. معظم الكناري لنفتل، غالبية الكناري لنفتل يبدو على صدره الضعف، يعني كناري هولندي أو بدواني أو برازاي أو مساوي برازيلي أو إي جي آي أو أي نوع كناري، أو حتى كناري أو أي نوع انفتل من الانفتل. تمام. هذه الأنواع يبدو ضعف في صدرها، يبدو ضعف في صدرها يعني ضعف التسييف وهوجينها. يعني احنا ضربت المفتل مع نوع تاني هيطلع برضو في فروخه، في منها سمين الصدر وفي منها في ضعف في الصدر. اذا هذه جينات في المفتل، معظم المفتل، غالبية المفتل هناك ضعف في صدر الكناري، فهذا امر عادي ما بيخوف لانه اصلا هو موجود في الجينات. النوع الرابع، تسييف يطرأ بسبب النزيف، يعني العصفور انكسرت رجله، انجرح من عند منقاره، انجرح جناحه، جرح بسبب قارض من القوارض، يعني فأر أو ما شابه، نزف هذا العصفور. نلاحظ على أن هذا العصفور يصاب بتسييف بسبب النزيف. نروح على السبب الخامس، تسييف بسبب التسمم. يعني بنكون حطينا مثلا للطير، طبعا تسمم، في تسمم مميت قاتل على المطرح بموت إذا تناول أحد أنواع السموم أو كان الأكل ملوث أو سام ملوث بالسم، يعني مات الطير فورا. لكن في تسييف يحدث قبل موت الطير، ونلاحظ عليه قبل أن يموت، يعني يصاب الطير بشحوب في الجلد. بلاقي أنه لون الطير، لون جلد الطير أبيض أبيض أو أصفر أصفر، شحوب شديد شديد في لون جلد الطائر. هذا الشحوب يصاحب تسييف ثم يموت الطير فيصبح جلد الطير أزرق. وهذا غالبا ما يحدث مع الطير عند نسيان العلاج عنده. يعني بيجي المربي بحط الدواء وبينسى انه وضع دواء في هذا القفص او في هذا المطير، فينسى العلاج. والعلاج معروف اذا وضع اليوم يجب ان يتم
التخلص منه ثاني يوم في نفس الموعد معظم الأدوية. تمام، نسي هذا المربي هذا العلاج 3 أيام 4 أيام 5 أيام، يصاب الطير بالتسمم بسبب الدواء، يتبدو على الطير علامات الشحوب ثم يموت، التسييف والشحوب، التسييف والشحوب ثم يموت، وهذا يكون بسبب التسمم. ونروح للسبب الأخير واللي أنا خليته آخر إشي، وهو أن أكثر أنواع التسييف هو بسببها، ألا وهو المرض، المرض العادي. جميع الأمراض تقريبا، جميع الأمراض تقريبا بل وغالبيتها تسبب التسييف، إلا الفيروسات التي تصيب الطير ويموت وهو سمين، تصيبه فيموت تلقائيا، بيكون بغرد وبعدين بموت، ما بيلحق يسيب، فيروسات القوية. أما جميع أمراض، جميع أنواع الأمراض تسبب التسييف. ونتعرف على أنه هذا التسييف بسبب المرض برضو من لون بطن الطير ومن لون براز الطير، يكون لون بطن الطير مجعلك، المصارين ملتوية أو أحمر به شعيرات دموية حمراء، منتفخ في انتفاخ، يكون هناك الكبد بارز في سوداد أو احمرار غامق، ويكون مصاحب للتسييف. هذا بالنسبة للبطن. بالنسبة للون البراز، يكون البراز أبيض شديد طباشيري أو أخضر غامق كالعشب، كالحشيش كالعشب، أو أسود غامق، أو أسود غامق أو مائي عبارة عن ماء وبه نقطة، وهذا طبعا مش دائما، لأنه في أيام الصيف ممكن يكون الطير في ماء وفي نقطة. تمام، إذا هذا النوع أو هذا السبب الأحوط أو الأكثر. إذا هذا هو تسييف المرض، هو الأعم في أنواع التسييف، هو أكثرها انتشارا، هو أنه الطير بيمرض بيسيف بموت. إذا ذكرنا أنواع التسييف أو اللي هي الأسباب المؤدية إلى التسييف في هذه الحلقة. أرجو أن تكون الفكرة قد وصلت إليكم، ولا لا تنسى اللايك، لا تنسى الاشتراك في القناة، كنت ترانا للمرة الأولى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.